فبنطمئن إجابة سؤال حضرتك، مياه ومياه جوفية موجودة لهذا المشروع، وهو ربنا سبحانه وتعالى حبانا بهذا الشيء، فكان لابد ان احنا نتركه ونبحث عنه ونزيح الرمال ونبتدي نستخرج حقنا ونتركه للأجيال لمئات السنين. البير واحد بيتكلف قد ايه؟ البير ما بنقول البير مش بس حفرة بماسورة، وإنما بمكنة بإضافة إلى حواض تخزين مية بتصل حوالي 3 مليون جنيه. فكمية الأبار اللي حرفناها يمكن دخلنا في حوالي 2 مليار وربع جنيه حتى الآن، لكن المشروع عندما يكتمل ربما البعض يفاجأ أنه يحتاج أرقام كبيرة. طيب حد يقول الله، وإحنا عندنا فلوس تكفي 20 مليار المطلوبين لحفر الأبار المليون ونص فدان؟ قالوا لا، الدولة مش هتدفع حاجة فيهم. يقول لي ازاي؟ ما هو انا، طب انت بتعمل مشروع، مال مين اللي هيدفع؟ شركات ولا مين؟ هنا بقى يمكن غائبة عن كثير من الناس، ربما بتكتب في بعض الصحف تقول هو احنا عندنا فلوس عشان نقعد ندفع في هذا الشيء. هي الدولة عاملت زي نوع من الايه، البداية اللي هي ب 2-3 مليار، اللي هي البداية اللي احنا 700 بئر اللي بنتكلم فيهم. نعم. لكن بيبدأ طرح حاليا، انتهينا من حوالي 300,000 فدان اصبحت الموارد المائية الخاصة بيها انتهت، سواء ترع سواء 725 بئر. النهاردة في 300,000 فدان جاهزين للزراعة. ربما الفرافرة شفنا نموذج مكتمل بالمباني بالكهرباء بالطرق، لكن بتحدث عن وزارة الري أنهت المياه ل 300,000. فين أماكنهم يا فندم؟ المشروع في 8 محافظات، اللي هم أسوان، قنا، المنيا، الجيزة، مرسى مطروح، الوادي الجديد.